في قديم الزمان، في غابة بعيدة، كان هناك ضفدع يدعى تادلك. يحب اللعب في الجو المشمس، ويقابل أصدقاءه عند البحيرة ليقفزوا سوياً على أزهار اللوتس. بررك. ثمانية، تسعة، وعشرة. لقد فزت. وصلت إلى العشرة. لقد فزت. أحسنت يا ديدلك، لقد فعلتها مجدداً. بررك. لقد جعلتهم لعبة القفز هذه متعبين جداً وعطشة. هيا لنشرب بعض الماء. كراك. تقابل الضفادع الثلاثة على ورقة شجر ضخمة وبدأوا بشرب الماء. كان تادلي يشرب بسرعة ونهم، وحذره الضفدعان الآخران. تادلي مهلا من فضلك، سوف ينتفخ بطنك. ولكنني عطش جدا، أريد حتى أن أشرب أكثر. أعتقد علينا إيقافه. كراك. بعد مدة انتفخت معدة تادلك بالماء وتوقف فجأة، لأنه لم يعد هناك في البحيرة ولا حتى قطرة ماء ليشربها. ها؟ كان هناك الكثير من الماء هنا الآن، أين ذهب؟ بررك. بررك. ذلك لأنك شربتها كلها تادلك. كراك. ماذا؟ بررك. حسناً، لكنني لا أشعر بأنني شربت ماءً أبداً. بررك. كيف يمكن أن تريد شرب المزيد؟ بررك. أين يمكن أن أجد المزيد من الماء في هذه الغابة؟ قل لي بسرعة. بررك. 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 هناك جدول خلف هذه الأشجار الضخمة. لماذا قلت هذا؟ ماذا لو جفف الجدول الآن؟ قفز تادلك ببطنه المنتفخة بعيداً عن أصدقائه. كان الضفدعان ينظران إليه بدهشة، وذهب فوراً لإخبار فرس النهر الضخم. في هذه اللحظة كان فرس النهر مستلقياً تحت شجرة، وكان مساعده الثعلب يحرسه. مرحبا يا ثعلب، نريد أن نتحدث إلى فرس النهر بأمر ضروري. إنه نائم بعمق الآن. عليك أن توقظه، نحتاجه لأمر مهم. ما الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية من نومه أيها الضفدعان؟ أسرع أيها الثعلب، وإلا لن يتبقى لدينا قطرة ماء للشرب أو الاغتسال. عندما رأى الثعلب خوف الضفدعان وحاجتهما، أيقظ فرس النهر مباشرة. فتح فرس النهر عينيه ببطء، أخبراه الضفدعان بكل ما حدث، ثم قفز على رأسه وذهب للبحث عن تادلك. إذا نفذ الماء من عندنا ستكون كارثة لكافة حيوانات الغابة. في هذه اللحظة وصل تادلك إلى الجدول. ها هو الماء، رائع. بررك. رأى الأرنب تادلك يشرب الماء من الجدول، وذهب لحافته ليشرب هو الآخر، لكن تادلك حذره. أيها الأرنب، كل هذا الماء لي، اذهب واشرب ماء من مكان آخر. بررك. لكن ليس هناك ماء غير هنا، حتى البحيرات قد جفت. شرب الضفدع كل الماء في الجدول دون أن يستمع لكلام الأرنب، والآن
انتفخت بطنه أكثر من السابق. أين يمكنني أن أجد المزيد من الماء هنا؟ جحظت عين الأرنب دهشة. لقد شربت ماء الجدول قبل حتى أن آخذ رشفة، والآن تريد المزيد؟ نعم، شربت البحيرة وجففت الجدول، سأشرب كل الماء. واستمر تادلك في البحث عن الماء في الغابة وبطنه منتفخة أكثر، وكلما رأى بركة صغيرة شرب منها حتى تنتهي. اندهش سكان الغابة كثيرا عندما لم يجدوا ماء لا في البحيرة ولا في الجدول، وحتى البومة لم تجد ولا حتى الغزال. وصل فرس النهر والضفدعان للجدول ورأوا الأرنب الحزين. هل رأيت ضفدعا يطمع بالماء هنا يا أرنب؟ نعم، ذهب من هذا الاتجاه، لقد قام بشرب كل الماء. انطلق فرس النهر بكل عزيمته وتبع خطى تدلك وجميع الحيوانات من ورائه. كان تدلك على وشك شرب آخر بركة ماء صغيرة عندما وجد فرس النهر وحيوانات الغابة العطشة أمامه. توقف يا تدلك، لقد شربت كل الماء في الغابة ولم تترك لنا ماء للشرب. عليك إعادة ماء البحيرة والجدول. أصدقاؤك الضفادع يقولون الحقيقة يا تدلك، فرس النهر الضخم مثلي والطائر الصغير الذي تراه يحتاجون الماء أيضا، وحتى النباتات والأشجار والحشرات بحاجة للماء. من فضلك افتح فمك وأعد الماء الذي بمعدتك. وبالرغم من توسل جميع الحيوانات العطشة إليه أن يعيد الماء إليهم، لم يوافق تدلك على طلبهم. ماذا سنفعل الآن؟ إذا تمكننا من جعله يضحك لن يستطيع تمالك نفسه وسيعيد كل الماء. نعم، فكرة هائلة، إن تدلك يحب الضحك. وجد الأرنب قبعة وبدأ بإمتاع الضفدع تادلك. بالرغم من أن الأرنب كان مضحكاً، تمكن تادلك من إجبار نفسه على عدم الضحك. تصدر الباندا هذه المرة، بدأ بالرقص بطريقة ظريفة وأضحك الجميع، لكنه لم يستطع إضحاك تادلك. ثم بدأ السنجاب برسم لوحة بسرعة، وانتظره سكان الغابة بلهفة، وضحك الجميع عندما رأوا اللوحة التي رسمها، لكن لم يضحك تدلك. في النهاية تصدر فرس النهر، ليس لإمتاعهم، إنما كان غاضبا. أنا غاضب جدا الآن يا تدلك. بدأ فرس النهر بالقفز بجسده الضخم وتقليد الضفدع بعصبية، وأضحك جميع حيوانات الغابة، فقد كان ما يفعله مضحكاً جداً. لم يستطع تدلك المقاومة وبدأ بالضحك معهم على فرس النهر. وبمجرد أن فتح فمه خرج منه الماء في كل الاتجاهات. عادت البحيرة كما كانت، وامتلأ الجدول، وامتلأت البرك الصغيرة مجددا. وباستمراره بالضحك أفرغ معدته
وعاد لحجمه اللطيف مرة أخرى. أحسنت يا تيدلك، لن تتركنا نحن حيوانات الغابة عطشة. لم تعد لديك بطن منتفخة، تستطيع القفز معنا على زهرة اللوتس. أوه، كان بطني منتفخاً جداً، الآن أشعر بارتياح كبير. برك. في المرة القادمة حين تكون عطشاً، فكر بالآخرين. كل من في هذه الغابة يحتاج الماء كما تحتاجه. مثلاً، أحتاج إلى أن أذهب وأستحم الآن. كنتم على حق يا أصدقائي. كان سكان الغابة سعداء بعودة الماء مجدداً، وذلك لأن الماء أهم شيء في الغابة.